بك متابعي المؤشر في كل مكان. في حلقة هذا الأسبوع نطرح موضوع مهم مرتبط باستراتيجية الدولة وثقافة الفرد، وهو مستقبل المنتج الليبي ودوره في النهوض بالاقتصاد وتنمية الصادرات. لكن التركيز حيكون على المصنعين الخواص تحديدا، كون مشاكل المصانع الحكومية مختلفة قد تتطلب منا طرح مختلف. بداية، عدد المصانع الخاصة في البلاد يتجاوز 500 مصنع بحسب بيانات اتحاد الصناعة الليبية، 260 منها أعضاء في الاتحاد، بينما عام 2017 على سبيل المثال تضمنت فيها الموازنة الاستيرادية اعتمادات ل 1344 شركة صناعية، بما فيها المقبلة على إنشاء مصانع جديدة. أما أنواع المصانع الخاصة فتختلف ما بين منتجة للمواد الغذائية والبلاستيكية والمنسوجات والصناعات والتغليف والطباعة ومواد البناء وغيرها. وبالنسبة لمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي فهي غير محددة، ولكن تعتبر بسيطة جدا، كون القطاع الخاص الليبي ككل يساهم بما لا يتجاوز 4% فقط من الناتج المحلي. كانت هذه البيانات المحلية بالنسبة للصناعة الليبية اللي يديرها القطاع الخاص. أما لقياس مساهمة ليبيا في الصادرات العالمية واعتمادها على الاستيراد عوضا عن الإنتاج المحلي، فنتجه لبيانات منظمة التجارة العالمية. الصادرات الليبية تشكل 9% من صادرات العالم، وطبعا تشكل الصادرات النفطية أكثر من 92% منها. أما الصادرات التشغيلية فتشكل 1.7%، والصادرات الزراعية والغذائية ف0%، وحوالي 5.7% صادرات أخرى. هذا بالنسبة للصادرات اللي لولا النفط لكانت كارثية. أما بالنسبة لما تستورده ليبيا بحسب بيانات المنظمة، فكان 84.1% منها عام 2017 واردات تشغيلية كقطع غيار السيارات والآلات والإلكترونيات وغيرها، وشكلت الواردات الزراعية والغذائية حوالي 13%. أما واردات الوقود والمعادن كانت 2.7%، بينما واردات منتجات أخرى كالملابس وغيرها 2.1%. وعشان نستوعب الأرقام أكثر، هذا طرح بسيط للتبادل التجاري بين ليبيا والجزائر مثلا. فبحسب بيانات اتحاد الصناعة الليبية تجاوزت قيمة الصادرات الجزائرية إلى ليبيا عام 2016 $31 مليون، أهمها كان لمنتجات تشغيلية، بينما في المقابل بلغ حجم الصادرات الليبية للجزائر في نفس العام $0. مثال آخر، التبادل التجاري مع مصر. قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا سجلت عام 2016 حوالي $582 مليون، بينما الصادرات الليبية إلى مصر في نفس العام كانت $68 مليون، تتصدرها كالعادة المنتجات النفطية. خلاصة هذه البيانات أن نسبة متصدرة ليبيا من منتجات غير نفطية ضئيلة جدا، وإذا سلطنا الضوء على المنتجات الزراعية والغذائية اللي تعتبر صناعات خفيفة نلقوها تقريبا معدومة تماما رغم الموارد المتوفرة، بينما ما نستورده من هذه المنتجات يأتي في مقدمتها سلع أساسية كالقمح والشعير والأرز والسكر. لهذا نطرح اليوم مستقبل الصناعة الليبية الخاصة في ظل تعثر العامة، ودور المنتج الليبي غير النفطي في النهوض بالاقتصاد، وشنو يعرقل تمكنه من ذلك. في هذه المعلومات والبيانات نبدأ حلقة جديدة من المؤشر على بركة الله. سيكون معي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس كل من مدير عام هيئة النهوض بالصناعة الوطنية مفتاح عقيلة السنوسي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة صواني القابضة رشيد صواني، وعبر الهاتف من طرابلس عصام الطاهر المستشار القانوني لاتحاد الصناعة الليبية. وسيكون معنا لاحقا أيضا عبر الهاتف من القاهرة علي نصير رئيس اتحاد الصناعة الليبية. البداية معك سيد مفتاح، أكثر من 500 مصنع محلي، 260 منها أعضاء في اتحاد الصناعة.
كيف تقيم مردودها الاقتصادي بالنظر لوضعية غياب الدولة حاليا؟ البداية أختي زينب، أنا مرحب بك ونشكر الحقيقة قناة ليبيا للحرارة على تحت هذه الفرصة. الحقيقة واقع الصناعة المحلية والمنتج الليبي حاليا الحقيقة يعاني مشاكل عديدة. وجود مصانع الحقيقة متوقفة ومتعثرة، وعدم قدرة هذه المصانع على العمل. سيد مفتاح، نحن طبعا بس بنقول لك ان نحن حنركز في هذه الحلقة على المصانع الخاصة، لن نتطرق للمصانع العامة المتعثرة. نعم 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 نعم. الحقيقة المصانع الخاصة بالنسبة للقطاع الخاص، نعي جميعا ان القطاع الخاص حقيقة يقوم بدور محوري في قطاع الصناعة في ليبيا، بالرغم من أن الحقيقة مكبل وعدم إفساح المجال لهذا القطاع اللي هو الحقيقة يقوم بدور محوري في المجتمع، وله مردود الحقيقة مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بصفة عامة. كيف تقيم هذا المردود سيد مفتاح في في في, في الظروف الراهنة، يعني في حالة الفوضى وضعف والله الدولة؟ في ظل هنا في ظل الظروف الراهنة لا زال الحقيقة الحقيقة بالنسبة للنشاط الأهلي اللي هو القطاع الخاص، لم يصل إلى طموحنا الحقيقة. لم يصل إلى الطموح اللي نحن نصبوا إليه في قطاع الاقتصاد والصناعة. طيب ننتقل للسيد عصام. سيد عصام، مساهمة القطاع الخاص الليبي ككل 4% في الناتج المحلي الإجمالي، هذا يعكس أن مساهمة الصناعة الليبية الخاصة أقل من 4%. الصعوبات اللي تواجه في المصنعين الليبيين من الناحية القانونية حسب اطلاعك، كيف تقدر تلخصها لنا؟ بداية نرحب بك وبضيوفك الكرام. في الواقع المنتج المحلي يعاني من نقص شديد من الحماية التشريعية المساندة له. هناك عدم فهم إن صح التعبير من الجهات المختصة لضرورة وجود تشريعات تحمي المنتج المحلي وتدعمه، ولعل أهم التشريعات اللي هي الخاصة الداعمة للمجال الصناعي. والقارن للمجال التشريعي الحقيقة في ليبيا يجد أن الحماية للمنتج المحلي ضعيفة جدا. من هذا المنطلق كان من الواجب الحقيقة الانتباه لهذا الأمر ومطالبة الجهات المختصة للسعي للتقدم بمشاريع قوانين، سواء مجلس النواب اللي قبل المؤتمر الوطني لم يتقدم أي منهما في هذا المجال. الحقيقة اتحاد الصناعة كان سباق، شارك في قانون اسمه قانون التنظيم الصناعي، لم يرى النور. طيب سيد عصام، لما نقول حماية للمنتج المحلي، ماذا نقصد بحماية من أي نوع يعني؟ أولها على سبيل المثال دعم سياسة الإغراق. هناك في القانون التجاري رقم 23/2010 مجلس يسمى مجلس المنافسة، هذا دعم كبير وحماية كبيرة للمنتج المحلي لم يفعل. لا نعلم ما السبب، رغم المنادات العديدة والمتكررة للوزراء السابقين، لكن للأسف لم نجد أذن صاغية. هو مجلس يهتم بحماية المنتج المحلي و حمايته من الإغراق القادم من خارج حدود الوطن. طيب أبرز التشريعات اللي تنادوا بالدولة بحاليا يعني إقرارها، وين تنادوا الدولة تتجه حاليا لحماية المنتج الليبي ودعمه حاليا؟ الحقيقة المناخ التشريعي في ليبيا لا يعود تشريعات بشكل طارئ. هناك نصوص موجودة في القانون التجاري، زي ما قلت لك المواد الخاصة بإنشاء مجلس المنافسة، هناك تنظيم صناعي صادر ولكن معيب، وهذا اللي قلت لك اتحاد الصناعة الليبية قام بمجهود كبير في تطويره، ولكن للأسف زي ما قلت لك الواقع السهم الجهات المختصة لضرورة دعم المنتج المحلي لم يصل إلى إدراكهم. يعني تقول أن التشريعات موجودة ولكنها غير مفعلة.
نعم. طيب ننتقل لسيد رشيد. سيد رشيد ربما سمعت ما أدلى به السيد عصام الآن، يحكي إن المنتج الليبي ما لش حماية من الدولة، في تشريعات موجودة ولكنها غير مفعلة. كيف تلخص الصعوبات اللي تواجهك أنت كمصنع ليبي حاليا في هذه الظروف؟ السلام عليكم. أولا مرحبا بك سيدة زينب، مرحبا بالأستاذ مفتاح وجماعة اتحاد الصناعة. في الحقيقة أنا الكلام اللي يقولوا فيه هذاك الصعوبات اللي تواجه فيها أنا، يواجه فيها التاجر أكثر صعوبة عندي أنا تواجه فيها في الصناعة مش الدولة، إحنا نحاربوا في نفسنا التجار. السبب لأن اقتصادنا يقوده التجار، وأي اقتصاد يقوده التجار لن تقوم قائمة للصناعة. يعني إحنا لما نجو نحكوا اليوم، معلش للأسف مع أن أكثريتهم أصدقائي رجال أعمال، الزيت والطماطم والمكرونة ما عادش نبوهم خلاص، أصبحوا في كل مكان متواجدين، في اجتماع المركزي نلقوهم هم، في اجتماع الاقتصاد نلقوهم هم، حتى كان في اجتماع للتعليم. تقصد الموردين أو المصنعين الآن سيد رشيد؟ الموردين. ما عندناش مصنعين للطماطم احنا. احنا اليوم لما الدولة لما صار نقص في موضوع الزيت، اليوم فتحنا 18 مصنع زيت، ومعنا ليبيا تحتاج لثلاثة مصانع بس. راهو الحماية ما نبوهاش من الدولة. أنا واحد من الناس، يعني كان نحكي على شخصي أنا كإدارة شركات أنا، يعني مش محتاج لحماية. لكن اليوم أنا نبي نشوف للمصنع الصغير اللي قاعد بيدخل. بعدين لما نحكوا على الصناعة، ما عادش نبو نحكوا زيت وطماطم ومكرونة. يعني عندنا آلاف الحاجات الصناعية اللي ممكن نصنعوها. علاش ديما تفكيرنا في الصناعة أن لابد تدير مصنع ولابد نشوف معوقات المصنع هذا شنو هو؟ احيانا ما نتجهوش للصناعات الغذائيه، نوردوا صناعات غذائيه من الخارج ونصنعوا تكنولوجيا، ولا نصنعوا بتروكيميكال احسن من التكلفه ان احنا نصنعوا الصناعه. يعني حضرتك من وجهه نظرك الان، التشريعات الدوله مش مشكله بالنسبه لك، مشكلتك التاجر الليبي المورد، هذا باختصار صحيح؟ التاجر، نعم، عقليه التاجر الليبي. مشكلتي في المستهلك الليبي، قاعد المستهلك الليبي عنده عقدة الأجنبي وعقدة الخواجة إن هذه سلعة موردة من الخارج. خلينا من سياسة الإغراق. نعم. عندي حاجة تانية يعني اللي مفروض ندوي عليها، هي جماعة الرقابة الأغذية قائمين بواجب الحقيقة قوي جدا، لكن ما عندهمش أجهزة تثبت ما مدى صلاحية المنتج اللي يدخل لليبيا. اليوم عندنا منتجات كثيرة تستخدم الزيوت المهدرجة، وزيوت مهدرجة رخيصة جدا، ولذلك تجد البضاعة في الأسواق رخيصة، ويقول لك خير منتجاتكم ما تنافسش انتو. طيب خلينا نشوف يعني رأي السيد علي. علي نصير اللي انضم لنا الآن عبر الهاتف. سيد رشيد، سيد علي، نرحب بك في هذه الحلقة من المؤشر. كان السيد عصام تحدث عن عوائق أمام الصناعة الليبية تعتبر قانونية بسبب عدم تفعيل التشريعات لحماية المنتج الليبي، ولكن رأي السيد رشيد مختلف، يقول إن مشكلته كمصنع مش في التشريعات بل في التاجر المورد للسلع اللي هو يعتبره يحارب في الصناعة الليبية. شنو رأيك بالخصوص الصناعة الليبية، شنو أبرز التحديات اللي تواجهها حاليا؟ بداية السلام عليكم، كيف حالك أختي زينب؟ أهلا وسهلا بك. على هذه الدفعة الكريمة وهذا البرنامج الرائع والاهتمام المتميز بالمنتج المحلي. أهلا وسهلا بك. في الحقيقة السيد رشيد يعني كلامه صحيح 100%. المنتج الليبي يحتاج إلى دعم، ولكن بطريقة أخرى، لا يحتاج إلى دعم مادي ولا يحتاج إلى دعم يعني معتاد. المنتج الليبي يحتاج إلى أن يتحصل على فرصة في السوق. هذه ثقافة المستهلك اللي يحكي عنها السيد رشيد. في الحقيقة طيلة العقود الماضية الصناعة في ليبيا دائما هي في تحديات، والمصنع الليبي دائما هو في مشاكل مع الدولة وغيرها، ولم يستطع أن يصل المنتج المحلي إلى المستوى الذي يريد المصنع. بمعنى احنا نعانوا مش في ثقافة عقدة الخواجة، لا، احنا نعانوا في ثقافة الكفارية. ثقافة الكفارية اللي كلمة في السوق بنقالي عفار مصنعين وعفار التجار، وما فيش حد حيتنازل على الكفارية بتاعها في السوق. ولكن اليوم لو طلعتي ما
توضح لي نعطيك يعني مؤشر بسيط جدا، توضح لي انت في السنوات الماضيه قبل 2014 لما توصل الاسواق تلقى المنتجات الاجنبيه هي اللي في صدر عين المشاهد، يعني هي اللي في الرف اللي يشوفها المشاهد، والمنتج الديني كان دائما في اسفل الرف. اليوم تغيرت المعادله طبعا، الفتره الماضيه المنتج المحلي صراحه يعني وفر او وفر للسوق احتياجات كثيره جدا، وكان صمام امان ان ما ترتفعش الاسعار وان ما يصيرش يعني نقص في السوق. فاحنا كيف نوصلوا لحمايه المنتج المحلي بثقافه الاستكفاري هذه؟ هذا السؤال هو، يعني كيف نخلوا المواطن يعرف شنو عنده من صناعه؟ لو تلاحظي في المعارض والمؤتمرات دائما في المعارض دائما، والسنه هذه حصل لحظيه هذا، لو تلاحظي المواطن لما يدخل لجناح محلي يقول له وين بطاقتك ما نشوفوش فيها؟ نعم يعني في اكثر من منتج، وانا نحضر يعني في كذا معرض ونساهموا في معرض طرابلس اكثر من مره ونشوف فيها قدامنا. نعم. فاحنا نعانوا في سياسه صراحه ماهيش مستوى منافسه شريف الحقيقه. طيب يعني لما تجيلي منتج محلي يشيل استخباري ويخليك انت ما تقدرش تعرض بضاعتك. نعم. خلينا ناخذ راي السيد مفتاح بالخصوص. يبدو ان في توافق بين السيد علي وسيد رشيد سيد مفتاح بخصوص ان التحدي الاكبر هو بين المصنعين والتجار، مش حتى بين المصنعين وتشريعات الدوله ودورها كجهه تمثل الدوله في الحلقه، كيف ترى هذه المساله؟ هي الحقيقه يا اختي زينب ان القطاع الخاص يبقى الحقيقه وقفة جادة، وهذا ما تفضل به الحقيقة معالي الوزير الاقتصاد والصناعة الدكتور علي العساوي، الحقيقة اهتم بهذا النشاط الخاص اللي هو النشاط الأهلي، وشكلت عدة لجان الآن الحقيقة عاكفة على إصدار لوائح تشجع القطاع الخاص وتفرض بعض الإجراءات الحمائية، على الأقل الإجراءات الحمائية الدنيا. الآن السوق مفتوح، الآن السوق مفتوح، ويعني المنافسة عليها شدة، ولكن المنافسة يقولون هي غير عادلة بين المصنع والمورد. عادلة إيه نعم. منافسة لا، لابد أن تكون منافسة عادلة. يوجد مصانع في القطاع الخاص الحقيقة يعني خلينا نقولها بكل صراحة معشش فيها حتى الحمام، بينما هذه طبعا هذه المصانع تنتج في إنتاج على سبيل المثال معجون الطماطم، الزيت، وبعض السلع الغذائية الأخرى، وهي الآن الحقيقة واقفة تماما، بينما تورد سلعة جاهزة من التجار يا ريت حتى المواصفات تكون في المستوى يعني أنا أتفق تماما مع زملائي. دوركم وين سيد مفتاح في تنظيم هذه العملية لو كنت ملاحظين مشكلة؟ طبعا 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 نحن يا أخت زينب والأخوة كلهم يعوا جيدا أن نحن الآن البلد ليس في وضع مثالي بحيث أن نحن نطبق التشريعات ونطبق الأمور هذه كلها. يعني الآن وزارة الاقتصاد والصناعة عاكفة على تنقيح هذه التشريعات وإعادة النظر فيها بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية. يعني مثلا عندنا قانون التنظيم الصناعي 22 لسنة 89، هذا موجود فيه الإجراءات الحمائية وموجود فيه كيف نتعامل مع القطاع الخاص ومع القطاع العام، والآن الحقيقة الأستاذ علي معانا يعني في عدة لجان. نعم. اللي هو يمثل اتحاد الصناعة في 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 اللجان اللي هي مشكلة من طيب قبل. طيب جيد أن في عمل، يبدو أن في عمل في اتجاه. نعم. توصل ل في عمل في عمل يعني. وفي طبعا طبعا لابد أنا نتفق مع زميلي رشيد والأخوة. يعني لابد من إيجاد تشريع خاص بسياسة الإغراق، دامبينج، عرفتي كيف؟ سياسة الإغراق هذه طبعا يعني موجودة في الدول المجاورة، يعني فارضة على الأقل حماية دنيا لمنتجاتها. طيب خلينا نحن حنتطرق لموضوع يعني الحماية والدول الأخرى وما تتبع سيد مفتاح بعد. نعم. قليل خلينا ننتقل. نعم. للسيد عصام. نعم. سيد عصام، ذكرت مجلس المنافسة والحديث الآن عن طريقة لحماية المصنع الليبي ضد ما يأتي من الخارج، هل مجلس المنافسة كفيل بذلك إذا فعل؟
سيدتي بداية أود توضيح مسألة. التاجر الذي هو الآن سبب مشكلة على رأي أخونا رشيد هو مواطن ليبي متمتع بتراخيص، متمتع بحماية قانونية، مدعوم من الدولة، اتجاه الدولة وسياساتها العامة تتجه إلى دعم التجار والمصنعين، وفي الدولة يعني ترتكز على تشريعات يعني توجهها في هذا المجال. أنا كلامي كان واضح، المشكلة مشكلة تشريعية بحتة، يجب توفير مناخ قانوني داعم وصارم إلى درجة أن يرتب جزاءات صارمة على كل جهة تكون ضد توسيع ودعم المنتج المحلي. نعم. مجلس المنافسة الحقيقة نظم بموجب القانون زي ما قلنا 23/2010 بشؤون النشاط التجاري، يصدر بقرار صادر عن وزير الاقتصاد مكون رأسه يعني رئيس محكمة الاستئناف. مهامها الأصلية هي مكافحة الإغراق، دراسة السوق، ما هو المنتجات التي يحتاجها السوق المحلي من عدمها. هناك بعض المنتجات والمصنعين يعني الحقيقة تفضلها مصنعين محليين ونشحوا فيها وزادوا أخي بالتصدير برا ليبيا مش في داخل ليبيا. المشكلة في بعض السلع الناشئة التي تواجه غزو وإغراق كبير من الخارج. لذلك أنادي أنا بصفة قانوني أن المجلس المنافس هذايا في أقرب الآجال، ونحن سمعنا يعني من مصدر أن فيه حراك بمناسبة تفعيل هذا المجلس. طيب واضح، شكرا لك سيد عصام على هذه المداخلة القيمة، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس، شكرا لك. سيد علي، في نقطة أخرى، أغلب المنتجات الليبية المتوفرة في السوق الآن تعتمد على مواد مستوردة من الأصل، يعني أغلب القيمة والعملية هي أيضا تأتي من الخارج في التصنيع، بينما دول أخرى مصنعة لما تخطف بداية خطواتها في الصناعة يعني تستخدم في المورد الموجود في البلاد، لماذا يتجه مصنعين إلى استيراد برضو المواد الخام عوضا عن استخدام واستثمار الموارد المتوفرة؟ كلامك غير صحيح أختي زينب. من أي ناحية؟ نسمع فيها؟ نسمع فيك. أولا إحنا لو نحكو على ليبيا ودول الجوار هي سببتنا أكبر مشاكلنا في الصناعة المحلية، وهي اللي حقيقة يعني دول الجوار تحديدا وبعض الدول المعدودة اللي مسببين لنا مشكلة في المنافسة. وسنعطيك يعني نتربي بعض الأمثلة، ولكن الميزة النسبية أو أنك تستفيد من موارد البلاد هذا ما هوش أساس لأي صناعة، لأن سويسرا أشهر دولة في العالم معروفة بالشوكولاتة وما فيهاش ولا شجرة خروب يعني معروفة في العالم. وأيضا إحنا نفس الآلات اللي نستعملها إحنا نستعملها فيها جيراننا، ونفس المواد اللي نجيبها إحنا نجيبها فيها جيراننا، إلا أن في طرق أخرى هم يعني يستعملوا في مواد يعني خارج المواصفة الليبية. أعطيك على سبيل المثال الصابون. الصابون فترة من الفترات كانت نسبة المادة الفعالة حسب المواصفة الليبية 20%، كان المية كانت مالحة وكانت لازم المادة الفعالة تكون عالية شوية. بعد التقنية وبعد التطور وبعد التحلية وكذا العالم كله نزل نسبة المادة الفعالة خلاها 5% وأقل 4 أو 3، وإحنا الليبيين تأخرنا بها إلى سنوات ماضية يعني بفضل الاتحاد وبعض رجال الأعمال اللي مهتمين بالموضوع أن عالجنا الموضوع هذا. وفي هذا اللقاء صراحة الدكتور محمود التليسي في ذاك الوقت كان رئيس مركز المواصفات ومشكور جدا أنه وقف في الموضوع هذا. فكانت صابون الليبي المادة الفعالة فيه 5% و6%، وصابون أجنبي المادة الفعالة فيه 2%. هذا مثال، وبالتالي هنا ما فيش منافسة، هو نفس المواد اللي يجيبها احنا يجيبها هم بنفس الآلات عندنا احنا عندهم هم، ولكن هم دولتهم تدعم فيهم نقدا، واحنا دولتنا ما نبوش نخش في تفاصيل ثانية. المهم هذا موضوع يعني الموضوع موضوع عدم استثمار المورد المحلي كمواد خام يعني يعتبر ليس ذي أهمية. المتاح كله مستثمر ولكن السوق وين؟ المتاح كله مستثمر ولكن السوق وين؟ احنا ما نقدرش نصدره لأوروبا أساسا، الدولة مش مساعدة أو ما عندناش تصريح نصدره لأوروبا. مع أن لو تشوفي منتجات النادي تلقاها في تركيا، لو تشوفي منتجات الشركات الثانيه اللي يسمعوا فينا وما يسمعوش فينا 90% من المنتجات موجوده في دول اخرى، ومنها تونس عصاير بشكل عام. الاجبان غيرها كذا، احنا عندنا سوق في كردستان العراق للاجبان، يمكن 90% من سوق كردستان العراق في الاجبان من ليبيا.
عندنا سوق في الأردن للتمور، حضرتك عارفيه كلام كويس. نعم. يعني رب التمر في الأردن 100% ليبي. نعم. عندنا سوق حتى في أمريكا لبعض المنتجات زي العسل وزي المربى وغيرها. هذا يصدر وباستمرار، ولكن يصدر عن طريق شركات أجنبية مع الصناعة الليبية. فنرجع لنقطة العمالة، ومش سمعت التسري في رشيد على العمالة. نعم. بالله نعطيك يعني نبدأ. أول حاجة ما فيش شاب ليبي يتجه للقطاع الخاص. الشباب الليبيين كلهم يبوا يتجهوا للدولة، يبوا تعيين في الدولة، وعندهم حق في الشباب هذا. ليش؟ لأن الدولة مدايرة مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية. مواطن الموظف في فرق بين الموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص للأسف. نعم. طبعا أعطيك أنا الفرق، فرق إيه إيه، وهذا في وجهة نظري ليه؟ تمييز. يعني الموظف في الدولة هذا مواطن درجة أولى، الموظف في القطاع الخاص مواطن درجة ثانية. أولا الموظف في الدولة معفي من ضريبة الدخل على أجور المرتبات. نعم. الموظف في القطاع الخاص يدفع فيها 100%. موظف الدولة، الدولة تدفع عليه في الضمان، موظف القطاع الخاص يدفع بروحه. حتى لما كنا زمان في السلف موظف القطاع العام يجي في ضامن واحد ياخذ سلفة موظف القطاع العام. طيب سيد مفتاح، سمعت ما أدلى به السيد علي من مشكلة في موضوع الكادر الوظيفي وفرق بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مسألة التوظيف، في فرق بين الموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص، كيف تتعاملون مع هذه المشكلة؟ هل في أي مساعي لحلها في المساواة بين الاثنين؟ طبعا نحن نعي جيدا ان القطاع الحكومي، طبعا القطاع الحكومي الحقيقة، ونحكي نعي على الشركات العامة بصفة عامة، انها لا تعمل بمقياس العمالة المعيارية. يعني على سبيل المثال المصنع اللي يفترض ان يديره 50 عامل نلقى فيه 250-300 عامل، وهذا يختلف طبعا على القطاع الخاص. القطاع الخاص الحقيقة، القطاع العام في السابق يعني ما تهمش الربحية بقدر ما يوفر سلعة، بقدر ما يوفر فرص عمل. القطاع الخاص طبعا يعمل يعني كعقلية التاجر، إنه كما تقول يحاول إنه هو يقلل تكاليف الإنتاج. نعم. فبالتالي لابد أن يكون في القطاع الخاص عمالة معيارية. فالآن طبعا عاكفة وزارة الاقتصاد والصناعة، الحقيقة أن القطاع الخاص هناك شركات متعثرة في القطاع الحكومي، يتم توزيع هذه العمالة وفق اختصاصاتها على القطاع الخاص. وبالتالي طبعا الحقيقة الوزير طرح فكرة أن القطاع الخاص بحيث يستوعب هذه العمالة يتم منح حوافز ومزايا للقطاع الخاص، كما تقول العفاء من الضرائب، كما تقول منح قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، التنسيق مع المؤسسات المالية. نعم، نعم، نعم. على سبيل المثال مصرف التنمية وبعض المصارف، الحقيقة بحيث أن نعفي القطاع الخاص من بعض الرسوم ويمنح بعض المزايا. نعم. ليستوعب اللي هي. طيب. العمالة اللي هي موجودة في الشركات المتعثرة. طيب واضح. هذه حاجة. الحاجة الثانية طبعا حضرتك أنت تطرقتي للعملية بعجالة، تطرقتي للأخوة اللي هم الخريجين. نعم. طبعا نحن كهيئة نهوض بالصناعة الوطنية في ليبيا قدمنا مقترح لإنشاء مركز تدريب اللي هو خاص بالصناعة. يعني مثلا الخريجين من مختلف التخصصات خاصة الهندسية والعلوم. نعم. اللي هي ينسجم ويتناسب ويتناغم تخصصاتها مع بعض المصانع اللي هي موجودة في القطاع الخاص. نعم. خاصة يتم تدريبها في هذا المركز ويتم توجيهها للقطاع الخاص انه هو. طيب. وأهل و هذا أمر إيجابي جدا. طيب ننتقل للسيد رشيد. سيد رشيد أعذرنا، كان الخط مفصول يبدو، أنا وجهت لك سؤالين وفات عليك جزئية الموضوع تحدي الكادر الوظيفي الماهر والمهني في الصناعة الليبية. أنا حتى لا يعني يسرقنا الوقت نريد أن نتطرق لموضوع الجودة سيد رشيد ومعايير الجودة في المنتج الليبي. هل تواجه في تحدي في هذا الموضوع، في موضوع تلبية متطلبات السوق وذوق المستهلك الليبي، أيضا علامة الجودة، هل في علامة جودة تمنح محليا للمنتج الليبي؟
صحيح انا ما كنتش، انا كنت اوت اوف سيرفيس، سامحيني ما سمعتش الحوار، لكن بخصوص بنعقب حتى على موضوع التعليم. نعم. بالنسبه للصناعات الغذائيه بصفه عامه، ما عادش فيها تكنولوجيا عاليه او نو هاو ان احنا لابد نعرف في اسرار مخفيه. الان الحمد لله السوق الليبي، المصنع الليبي لم يصل الى مرحله الغش التجاري، لان المنافسه مش قويه في المنتج الليبي. برا يجي يدير لك بطاطا يحولها يقول عصير مانجا ويعبيها، يغشوا في زي ما قلت لك بدري في الزيوت المهدرجه، يغشوا في الالوان، في الاصباغ، في المواد الحافظه. لكن احنا مصنعنا الليبي ما زال ما وصلش للمرحله هذه. لكن الحاجات الثانيه اللي نعانوا بها في جوده المنتج الليبي، العمالة الماهرة. العمالة الماهرة عندها علاقة بمخرجات التعليم. اليوم وزارة التعليم قاعدة تخرج في ناس ما عندهاش علاقة بال 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 بالواقع اللي احنا فيه. مخرجات التعليم لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل. هذا اللي نعاني منه. قاعدين يكدسوا في الوضع، يخرجوا في ناس باحثين على العمل ويخرجوا في ناس بطالة. وأنا قاعد نبحث اليوم، قاعد نبحث على ناس متخصصة في الصناعات الغذائية. وانت كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟ هل أنت تدرب في الكادر اللي يخدم في المصانع الخاصة بك، ولا كيف تتعامل مع هذا التحدي؟ طبعا هذه واحدة من الحاجات اللي مفروض تدعمها وزارة الاقتصاد، إن احنا لما نطلعوا ناس للتعليم في الخارج أو إن ياخذوا دورات، يجب أن تكون دول العالم كلها تدير فيها، مش غير ليبيا، خاصة الدول النامية، يجب أن تدعم 50% من مصاريف دورة أي شخص للتعليم. لأن رأوا المصاريف التعليم والدورات مكلفة جدا في الخارج. رأوا الكورسات، يعني في الكورسات توصل ب 20,000 و 25,000 يورو، وهذا مكلف جدا. وبرضو احنا نعانوا من مشكلة ثقافة مجتمعنا الليبي، ثقافته غير صناعية. شعب متعلم، احنا شعب متعلم، لكن يجب ان نفرق بين التعليم والمعرفة. كنا نحمل شهادة دكتوراه، اكثرنا عندنا سهالة احنا في الدكتوراه. اللي ماشي في الطريق يتكلم صباح الخير يطلع دكتور، لكن المعرفة ما عندناش. المعرفة هي حليل نبوها، ففي فرق كبير اليوم بين المعرفة والتعليم. طيب، واضح. فهذه لابد أن ننظروا لها. نعم. طيب، خلينا سيد رشيد عشان ما ننسوش موضوع الجودة ننتقلوا لرأي الشارع، لأن بخصوص هذا الموضوع إلى رأي الشارع مشاهدينا. الشارع هذا الأسبوع طبعا أردنا قياس توقعات المتابعين حول مدى تفضيلهم للمنتج الليبي على المنتج الأجنبي، وكان السؤال على النحو التالي: إذا كان المنتج الليبي ذا جودة مناسبة، هل حتفضله على المنتج الأجنبي؟ المشاركين في هذا الاستطلاع 3300 مشارك تقريبا، مشاركة كبيرة، كان الاتجاه ل 88% منها إلى الإجابة بنعم، مقابل 12% للإجابة بلا. سيد رشيد، نرجع لك للتعليق. المواطن الليبي معكم مع المنتج المحلي، يبدو أن عقدة الخواجة مش موجودة بالدرجة اللي ممكن نحن نتوقعوها، كيف تعلق على هذه النتيجة؟ أنا نقول لك الآن المنتجات اللي في العالم شبه متساوية، زي ما قلت لك ما فيش نوهاو ولا حاجة مدسوسة. يعني نقدر نصنع بيبسي كولا ونقدر نصنع كوكا كولا بنفس الذوق، لكن التأثير المباشر على عقلية المواطن، الدعاية والإعلام والحملة الشرسة اللي تدير فيها الشركات الخارجية على المنتجات متاعها، احنا ما نقدروش نفسها. ليش احنا ما نقدروش نديروا براندنج وتسويق بنفس الطريقه؟ ليش ما نقدروش نديروا براندنج وتسويق اكبر؟ هو في حتى خلل في موضوع الماركتينج والبراندنج بالنسبه للمنتج الليبي. تكلفه عاليه جدا، يعني علماء نفس تدرس في ان كيف شركه كوكاكولا دارسه ان كيف 25% من معده المواطن الامريكي لابد تستهلكها هي لكوكاكولا. يعني نقدر نطرح الطرح هذا، ولا نقدر نضخ شركه البيبسي في ليبيا من كذا سنه فاتت اعطت 6 مليون دينار دعايه للفرحه في ليبيا. حمله قويه، يعني نقولوا غسيل دماغ. يعني المسألة مش في الجودة بالنسبة للمنتج الليبي، المسألة في التسويق. نعم، مش في الجودة. نعم، مش في الجودة. طيب، مش في الجودة. واضح، في واضح. في غسيل الدماغ للمستهلك. نعم. طيب، هننتقل للسيد مفتاح. سيد مفتاح،
في دول مصنعة كثيرة تلجأ لدعم منتجها المحلي عبر فرض رسوم أو قيود تجارية ورسوم جمركية على المنتجات الأجنبية اللي هي تتوفر محليا عبر المصنع المحلي. هل هذا النهج مطروح؟ هل هذا المصطلح طبعا ما يسمى بنظام الكوتا. يعني اي شرطة اي شرطاج كعجز في اي منتج وطني طبعا نحن كيف ما يهمنا المصنع اللي هو المانيفاكتشرر يهمنا برضو الاند يوزر اللي هو المستهلك. طبعا نحن ما نجوش على حساب المستهلك. في نفس الوقت طبعا انت في سوق منافسة حرة الان يعني كما يقال اقتصاد السوق. الان السوق مفتوح يعني في في نوع من الاجراءات الحمائيه اللي هي موجوده عندنا نحن طبعا كهيئه النهوض بالصناعه الوطنيه في القانون الرقمي. شن هي اي انواع الدعم للمنتج المحلي تتجه له؟ يعني مثلا 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 في هناك في تمويل ملزم ترجيعه وفي بعض المساندة اللي هي اسمح لي يعني في دقيقتين ممكن نتطرق لنا تقديم مساندة لأي نشاط بحثي علمي في مجال النهوض بالصناعة لمشروع صناعي معين أو نشاط معين بنسبة لا تزيد عن 70%. تقديم مساندة في مجال الاستشارات والدراسات اللازمة لتطوير المشروع الصناعي الخاص بنسبة لا تزيد 50%. تقديم مساندة في مجال التدريب وتأهيل كوادر المشروعات الصناعية الجديدة ولتطوير الطاقات الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية بنسبة لا تزيد عن 50%. تقديم مساندة للحملات الترويجية هي عملية البروموشن والماركتينج والادفرتايزمنت للمنتجات التي يثبت نجاحها وقدرتها على المنافسة بنسبة لا تزيد عن 40% ولمرة واحدة. تقديم مساندة للمشاركة في المعارض الصناعية المتخصصة سواء داخلية ولا خارجية بنسبة لا تزيد عن 30%. يعني سيد مفتاح عذرني على المقاطعة اتجاه إلى دعم مباشر للصناعة نفسها والمصنع نفسه وليس للمنتج المنافس. دعم مباشر للمنتج الوطني بحيث انه يستطيع انه ينافس المنتج الاجنبي. لكن في 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 نقطه مهمه جدا الحقيقه السلع اللي هي يتم استيرادها من الخارج وتعج بها الاسواق الوطنيه الليبيه يعني مفروض يكون في مراقبه صارمه الحقيقه. وهذا يعني يتضح تماما من خلال تقارير زملائنا في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. يعني بين الحين والآخر يكتشفوا هناك في بعض السلع خاصة اللي لها علاقة مباشرة بالاستعمال والاستهلاك البشري يعني مهمة جدا. يفترض هناك رقابة صارمة جدا 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 من هذه المراكز بحيث إن كل ما يدخل يعني من الخارج أو يفسح. نعم. طيب أعود لسيد علي بدون الاتصال عاد مع السيد علي. سيد علي كنت سألتك عن أنواع الدعم اللي تفضلوها من الدولة للمنتج المحلي والآن السيد مفتاح تحدث أن الدولة تتجه إلى دعم مباشر عبر تمويلات ومساعدة في تدريب العمالة وما إلى ذلك. كنت قد بدأت الإجابة على سؤالي فتفضل حضرتك أكمل. زي ما قلت لك اختي زينب احنا مش محتاجين الا توفير بيئه منافسه فقط لا غير. هذا اهم شيء وبعدين الثاني بشوي بشوي. واعطيتك مثال يعني قلت لك الدجاج اللي مورد من البرازيل ياكل فيها اعلاف. الاعلاف هذه المواد الاوليه عباره عن ذره محسنه وراثيا عباره عن مخلفات لحيوانات حيه وغيرها واحشاء وكذا وكذا بالنسبه للبروتينات الاعلاف. فهذه التكلفه العلفه تكلف 20% حقها. تجي هذا لما توكلي دجاج علفة زي هذه يعني سعره بيكون أقل من سعر الليبي 80%. هذا كسب الليبي نفسه. إذا أنت هنا قضيت على كل اللي عندهم حضاير على مستوى ليبيا والكلام موجود قدامك وشوفي منتج الدجاج قديش تشتغل بالسوق. هذا هنا لو تتداول مواصفة أو يمنع هذا الدجاج أنه يدخل ويدخل الدجاج اللي ياكل في نفس في العلفة اللي تطلبها المواصفة الليبية هنا حتزدهر صناعة الدواجن. هذا شيء. الشيء الثاني الكلام اللي يحكي فيه الأستاذ مفتاح بالكامل ندعمه وكذا وندعمه 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 هذا كلام راه كله على ورق من 2012 بل من 2006 من ايام حطوه 500 مليار ولا 500 مليون في حساب صندوق الدعم الصناعه وهم بيديروا ولا نقول لك الى الساعه هي ما فيش ولا حاجه صارت. هو السيد مفتاح يقول ان التنفيذ صعب في ظل هذه الظروف.
لا لا شوف نقول حاجه، سيد مفتاح راه صديق جدا جدا بصراحه، شخص داعم للاتحاد وداعم للصناعه الوطنيه ومواقفه ما فيش حد ينكرها سيد مفتاح، وبصراحه من الناس اللي تاثيرهم ايجابي جدا 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 مع الاتحاد حتى في الوزاره وفي صناعه القرارات في اللجان. ولكن حتى سيد مفتاح انا نقول له على الهواء مباشره او تسجيل، نقول له سيد مفتاح ما زال قصته انك تدعم معارض وتدعم دعايه وتدعم توظيف وتدعم كذا وكذا وكذا، ما زال راهو هذا يعني ماهوش من اولويات الدوله. فانا نبي نقول ان احنا مع السيد مفتاح ان نحصلوا على المزايا هذه كلها زي ما كنا مع الرئيس اللي قبله واللي قبله واللي قبله. نعم وان شاء الله على السيد مفتاح نحصلوا على هذا، هذا كل الوضع حضرناه يعني. ولكن هيئه النهوض بالصناعه جسم لا يستهان به، جسم يعني عندها امكانيات وعندها كفاءات وخبرات، انا وقفت معاها ونشتغل معاها اكثر من 5 سنوات. نعم لو اعطوا الامكانيات فعلا اللي موجوده بالقانون واعطوها للسيد مفتاح، انا نقول حتصير نقله نوعيه كبيره في قطاع الصناعه. طيب انا نشوف في سيد رشيد يريد ان يعقب على كلامك وكلام السيد مفتاح، خلينا نشوف راي سيد رشيد فيما ورد من سيد مفتاح السنوسي بخصوص الدعم المباشر للمصنع المحلي وما ورد من السيد علي نصير كذلك. كيف تعلق سيد رشيد؟ ايه أنا للأسف كذبة السوق المفتوح هذه مش مقتنع بها في العالم نهائيا. ما فيش حاجة اسمها سوق مفتوح. اليوم أمريكا قاعدة تحارب في شركة هواوي بقوة، وصلت لنا سجنة مدراء عندها. اليوم الحديد التركي منع من الدخول إلى روسيا. اليوم المنتجات الصينية تدفع في 35% عند دخولها للسوق الأمريكي. تقريبا حتى تونس مانع دخول منتجات جزائرية لتونس كذلك. نهائيا نعم. نهائيا السوق الجزائري ممنوع على السوق التونسي نهائيا، لأن كان يخش السوق الجزائري لتونس والله ما عاد فيه مصنع يخدم في تونس. نعم. بمنافسة الأسعار، لأن الجزائر 30 مليون مواطن. نعم. الكم الصناعة يا أخوان باش تنافس فيها أهم شيء تبي كم. احنا 6 مليون، 6 مليون قداش أنا بنصنع؟ أول ما كنت تنجد 70,000 أنا تنجد في 5,000، في فرق كبير ما نقدرش ننافس، لابد تحميني. أما دو الدعو يعبر دعو يمر، هذه ما عادش فيه. العالم كله الآن أصبح يجتمع، بريطانيا تبي تطلع، علاش بريطانيا تبي تطلع من السوق من الاتحاد الأوروبي؟ جاوبونا علاش بريطانيا، شنو السبب تروح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي؟ اقتصادي، لان تبي تفرض ضرائب وجمارك على المنتجات الاوروبيه. نعم. قالت لك انا ما يساعدنيش الموضوع هو. نعم. اضر بال يعني حضرتك سيد رشيد تنادي بقيود تجاريه ورسوم جمركيه على المنتج الاجنبي اللي يوفره المصنع الليبي. أنا نادي بأن الشركات التجارية للتجار يجب أن تدفع ضرائب كبيرة جدا. يخدم بشركة تيرنوفر متاعها 100 مليون ويجي في نهاية السنة يقول أنا خلصت 500,000 وعيط. التجارة أرباحها 30% في السوق الليبي، المليون يجي طيب 300,000 دينار للتجار. ولكن وهذا واقع. من يخالف ذلك يقول أن هذا الضحية في هذه الحالة حيكون المستهلك، لأنها حتجبر على شراء منتج قد لا يكون بجودة عالية لأن سعرها منخفض. والله نقول لك معظم صناعاتنا اللي ناجحة الآن متواجدة في السوق آلاتها أوروبية بمواصفات عالية جدا. نعم. بمواصفات عالية جدا جدا. يعني قلت لكم الموضوع ما عادش عنده علاقة بالجودة. الجودة تجاوزناها في العالم، احنا في الجيل الرابع من التكنولوجيا وقاعدين نحكوا لنا على كيف نصنع زيت وكيف نصنع طماطم وكيف الجودة متاعها ما تصلحش. نعم. ما عادش فيه، فيه غش تجاري فقط. الجودة عالية في جميع المنتجات. أنا نحكي على الغش التجاري، هذا موضوع تاني. أننا نجيب زيت مهدرج، أننا نجيب أننا ننقص في الكواليتي، أننا ننقص في الحاجة، هذا موضوع تاني وما زال ما دخلش للسوق الليبي. نعم. الحمد لله ما زال ما دخلش في الزيوت، في الصناعات اللي موجودة في السوق الليبي الآن ذات جودة ممتازة بصفة عامة كلها. لكن أنا نحكي إن إحنا ما فيش حاجة اسمها لا والله يا جودة ولا ممكن نحكي على التغليف. التغليف في السوق الليبي ما زال ما عندناش شركات تغليف قوية، ما زال ما عندناش شركات دعائية تدير حملات دعائية قوية.
والله سيد رشيد خليني نوقفك بس عند هذه النقطة، يعني حنعطيك أنا المفروض ما نسميش منتج، ولكن مثلا طنجان زور على سبيل المثال، التغليف ماهوش لا يقارن بريو مثلا، ولكن المستهلك الليبي يحب طنجان زور، يختار في طنجان زور من على الرفوف، يعني الجودة مهمة جدا بالنسبة للمستهلك الليبي كذلك. أكيد أنا شو قلت لك؟ قلت لك راهو الجودة ما عادش ليها ما هيش هذيك الحاجة العقدة الكبيرة اليوم في الصناعة. اليوم الآلة هي اللي تصنع في كل شيء. المواطن الموظف ما عادش عنده دخل في 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 البروسيسنج بتاع الآلة. هي اللي تاخذ السكر تاخذ فيه بالجراميه، والميه تاخذ قديش تبي لتر، والمركز قديش تبي لتر. طيب خليني نسألك سؤال، نسألك سؤال مباشر، هل يقدر رشيد صواني على تلبية الطلب اللي حيزيد في حال رفع أو في حال وضع رسوم جمركية على المنتج المنافس له؟ يعني أنت لما المواطن يتجه لمنتجك أنت فقط، هل تقدر تلبي طلب السوق بالكامل؟ لا أنا راهو اسمعي، أنا بالنسبة لمنتجاتي لا أريد أي حماية والحمد لله. أنا نحكي على الصناعة للمصنعين الحديثين واللي بيخش السوق. احنا نحكوا على المصنعين قدام هذوما معاشنا، احنا خدنا حصتنا من الحماية. راه أنا واحد من الناس أعطوني أعطونا 5 سنين إعفاء من الضرائب، منعونا المنتج الخارجي في سنة 2000 وما بعدها من الدخول بطريقة قوية، يعني نوع من الحماية. أخذنا فرصتنا. اليوم لما تلقي شركة الندى ولا تلقي شركة البركة ولا تلقي المنتجات هذه في السوق ولا النسيم، مش واخدة فرصتها من الحماية 200%. نعم، الحديث عن المصنع اللي داخل جديد، يعني المزرعة، الصناعة الناشئة، المزرعة هي المزرعة جودي والله عظيم، آلاتهم تضاهي الآلات الأوروبية. يعني مش انتبه بعد يجي يقول لك كرونوس، يعني احنا نقول الروز رايز بتاع الصناعة، شركة كرونوس من أكبر شركات العالم، هذا البروسيسنج بتاعها كلها طيب موجودة هنا. خلينا لكن خلينا يا ناس ما نحكيش على زيت وطماطم، أنا نحكي عن تكنولوجيا، نحكي على صناعات تانية. اليوم الزراعة صناعة، والدواجن صناعة، والتعليم وكل شيء صناعة. اليوم السياحة صناعة. هذا اللي يبي دعم من الدولة، مش ضروري راه يدعم لي مصنع ولا يدعم لي خلناخدوا رأي الدولة. سيد رشيد خلناخدوا رأي الدولة. سيد مفتاح طيب، يبدو عندنا مشكلة مع السيد مفتاح. طيب ننتقل للسيد علي. سيد علي هل أنت في الاستماع؟ سيد علي. نعم أيوة في الاستماع. كيف تعقب على كلام سيد رشيد؟ سيد علي والله سيد رشيد كلامه ممتاز جدا، كلام يحكي من قلب الواقع ويحكي من الموجود. هل في توافق في الاتحاد؟ ال 260 مصنع اللي في الاتحاد هل متوافقين على هذا الكلام سيد علي؟ 100% ولما تواجهوا في الدولة بهذا الكلام كيف يكون الرد؟ والله الدولة صراحة حقيقة الفترة الأخيرة بوجود سيد مفتاح وبوجود وزارة الاقتصاد والصناعة والناس اللي فيها والوزير والوكيل والناس حاليا موجودين في المشهد، وخصوصا بعد ما احتكينا بالاعتمادات وفترة الاعتمادات وكانت الوزارة متجهة باتجاه هذا، الحقيقة في عمل مشترك كبير ما بين الاتحاد وما بين الوزارة، وصدر الوزير دعم القطاع الخاص وهذا شيء يشكر عليه، وبدأنا نلمسه في خطوات من الوزارة في دعم القطاع الخاص. بنعقب لك على موضوع التدريب اللي حكي عليه سيد مفتاح. احنا قدمنا مقترح في الاتحاد، طلبنا مقر فقط من الدولة، نبغى معصورة مقر احنا نجهزوه بالكامل ونستوعب العمالة اللي فيه بالكامل ونسق احتياجات الاتحاد مع الدولة، كيف ان اي شخص بحث عن عمل يمشي للمركز هذا اللي احنا حنصرفه عليه، واحنا حنجهزوه حنأتتوه حنجيبوا المدربين ونجيبوا الامكانيات ونجيبوا المعدات ونعطوا دورات للشباب، وبعدين يتخرجوا من الدورات المهنية هذه إلى المصانع سواء بتوجيه معين أو يعني دورات عامة بشكل عام. والوزير صراحة رحب بالفكرة، حولنا له مقترح، ولكن حقيقة ما تمكنش أن يعطينا مكان، فقاعدين إحنا الاتحاد عندنا في المنطقة الصناعية الخاصة بينا مكان للتدريب. الشركة اللي تملك المكان هذا صراحة تفرعت في الاتحاد بالمكان. إن شاء الله هنبدأ تجهيزاتها في الأيام القليلة القادمة. طيب هذا فيما يخص يعني التعاون. طيب قبل ما نحسم نقطة فرض الرسوم على المنتج الأجنبي اللي يدخل من الخارج إلى ليبيا، خلونا ناخذ رأي السيد مفتاح السنوسي بهذا الخصوص. سيد مفتاح، سمعت
ما قاله السيد رشيد وموافقة السيد علي والاتحاد كله يوافق على هذا. طبعاً نعم نعم، أنا الحقيقة قد نختلف على رأي زملائي إن الإجراءات الحمائية باش تكون 100%، يعني الحقيقة أنا لا أتفق مع هذا الإجراء. حتى وإذا كان اتحاد الصناعة بالكامل ينادي بنفس نعم الإجراء سيد مفتاح. نعم نعم، لا الإجراءات الحمائية بالكامل 100% طبعا هذه يعني أنا لا أتفق معها الحقيقة، يعني لا كيف ما قلنا نحن كما يهمنا المصنع برضو يهمنا مستخدم السلعة اللي هو المستهلك الحقيقة. هذه حاجة. طيب ما تقدرش مثلا تهتم بهذه النقطة عبر نعم عبر الاهتمام بالجودة الخارجة جودة السلعة المصنعة محليا، بهذه الطريقة أنت تضمن أن المستهلك نقول لك حاجة حيشري منتج جودة عالية. طبعا نعم نعم طبعا نحن الآن نسعى ان المواصفات طبعا المواصفه الوطنيه المواصفه الليبيه عمرها ما كانت تمتاز بالجموديه بالجمود. نعم. يعني فيها تغيرات كل سنه مواكبه يعني تطور الصناعه تستحدث مواد وتكون طبعا تكون نعم مواكبه فبالتالي لابد طبعا ان نعم احنا نواكبه حتى المواصفات الاوروبيه العالميه، لان انت مرات تبي إنتاجك ينفذ للأسواق الخارجية بيقول لك هذه مواصفة وطنية ليبية خاصة بك أنت في ليبيا، لكن نحن نبو مواصفات تنسجم وتتناغم مع منظمة الـ WTO اللي هي منظمة التجارة العالمية وبعض المنظمات الأخرى، بحيث أن نحن يعني ياريت تجيبوا لنا على السيد رشيد ردة فعل السيد رشيد. نعم. يبدو أن السيد رشيد غير موافق على نعم هذه حاجة. الحاجة الأخرى طبعا زميلي لا لا لا. زميلي طبعا رشيد يقول لك حاجة. نعم خليني نعم استمر سيد مفتاح. نعم قلت لك طبعا زميلي الأستاذ رشيد يقول إحنا عندنا آلات طبعا تضاهي الآلات الأوروبية نعم العالمية. طبعا الآلات هو يتكلم على آلات اللي هي خاصة بصناعة المشروبات، الآلات هذه منين موردة؟ موردة من أوروبا، يعني كرونز هذه شركة مشهورة نعم ألمانية نعم. شركة مشهورة ألمانية متخصصة في صناعة الآلات. طيب سيد مفتاح عذرني نحن نضطر نقاطعك، لكن أنا عندي 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 نعم ثانية بس سامحيني سامحيني بس سامحيني. أنا نقول لك حاجة، أهم نقطة هي الإرادة السياسية للدولة. لابد أن يكون فيه هناك إرادة سياسية للدولة بحيث أنها هي تهتم بقطاع طيب الاقتصاد والصناعة. طيب خلينا نمشي، ونحن عندنا فقرة مهمة تمثل في مؤشر الحلقة بشكل أسبوعي إلى صاحب الرأي المفصلي في حلقاتنا المؤشر. في المؤشر هذا الأسبوع استفتينا مجموعة الخبراء والمتابعين للشأن الاقتصادي المتعاونين مع البرنامج حول هذا الطرح: لا يوجد ما يمنع وزارة الاقتصاد والصناعة من دعم المنتج الليبي ووضع القيود على استيراد المنتجات الأجنبية المتوفرة محليا. عدد المشاركين في هذا الاستفتاء كان 27 مشارك، حوالي 41% منهم لم يوافقوا على هذا الطرح، وتنوعت خلفياتهم ما بين رفض دعم المنتج الليبي بمنح امتيازات تؤثر على خيار المستهلك عن طريق سعر المنتج، وكذلك بين عدم وجود صناعة ليبية منتجة بشكل منظم لكي تدعم من الدولة بعد. مؤشرنا الرمادي وخيار الموافقة إلى حد ما كان له نصيب الأسد من المشاركات بأكثر من 44%، ولعل هذا المؤشر كالعادة يعكس موافقة غير كاملة على ما طرحناه، ربما بسبب اختلاف وجهات النظر حول طريقة دعم المنتج الليبي. وأخيرا المؤشر الأخضر يظهر بخجل الليلة بنسبة 15% تقريبا، ويعكس موافقة بسيطة على عدم وجود ما يمنع وزارة الاقتصاد من دعم المنتج الليبي ووضع القيود على استيراد المنتجات الأجنبية التي تتوفر في السوق المحلية. إذا
هذا. نود مشاهدينا موافقة إلى حد ما وموافقة بشدة على إن ما فيش ما يمنع وزارة الاقتصاد من دعم المنتج الليبي، ولكن في اختلاف زي ما قلنا في الآراء وكما شاهدتم في الحلقة على طريقة أو نوع هذا الدعم. سيد رشيد، عارفة أن حضرتك تبي تعقب، ولكن للأسف نعتذر منك، وقت الحلقة انتهى. نشكر المشاهدين الكرام ونشكر طبعا الضيوف اللي كانوا معي في هذه الحلقة. كان معانا في البداية السيد عصام الطاهر المستشار القانوني لاتحاد الصناعة الليبية، وكذلك عبر الأقمار من طرابلس كان معانا مفتاح عقيلة مدير عام هيئة النهوض بالصناعة المحلية، وأيضا من طرابلس رشيد صواني رئيس مجلس إدارة صواني للصناعات الغذائية، وانضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة علي نصير رئيس اتحاد الصناعة الليبية. شكرا لك مشاهدينا على حسن المتابعة، مني زينب تربح وفريق المؤشر لكم كل التحية، في أمان الله.